لما بتغيب عن وعيك وتعمل صيام اصطبعك لما فجأة تتغير يعني بتحب لما ما فيك تفرق بين الوهم والمنطق لما ما تقدر تفهم يعني بتحب هو الحب منه عشرة ولا بيخلق بعد فترة لما ما فيك تسيطر لحتى تعد للعشرة مثل ما مفكر الناس الحب روح بتلبسنا ومنبطل وقتها أشخاص مش إحساس مثل ما مفكر الناس الحب روح بتلبسنا ومنبطل وقتها أشخاص لأنه وايدا هو الحب بيجي بلحظة بيدق القلب عشرة ولا بيخلق بعد فترة لما ما فيك تصايد ولا حتى تعد للعشرة والحب منه عشرة ولا بيخلق بعد